الوالدة الله يرحمها تقول له خلي عدنان انت، عدنان ليش تحفيه؟ يقول له لا لازم يتحفى عدنان. قتل ابن خاله وبكى عليه. رجل حتى لو يصل إلى مناصب عليا يحتاج يوم يمشي حافي. كان صدام حسين يطلق رصاصته تجاه من يشاء حتى طالت إحداهن ابن خاله عدنان خير الله، وترجم الحادث عدي لحظة بكائه على خاله حين غص بذكر أبيه صدام. نستعيد ذكرى فارس هوى في ميدانه، نحث الخطاة خلف قائد المسيرة وحاد ركبها، وفارسها القائد المنصور صدام حسين حفظه الله، الذي كان هو الملهم والمرشد والمعلم الأول للشهيد البطل. قتل عدنان بتفجير طائرته، وشاع النظام السابق أن السبب هو الطقس، لكن الشهادات والأدلة أكدت ضلوع صدام حسين وحسين كامل زوج رغدة خلف الحادثة. عدنان خير الله والسنتين مدبر، عدنان خير الله يطير بدون أوامر بدون موافقات. كان عدنان أخا لساجدة ووزيرا للدفاع قبل مقتله، وعدمه صدام لصعود نجمه وخوفه من أن يصبح منافسا له في الحكم. صدام معروف عنه مثل ما ذكرت الضربات الاستباقية، كل من يشك بأن قد يشكل مناوئ له في المستقبل يفضل تصفيته بأي شكل من الأشكال.